بدر هو ولد اختي، وربيته وشتو نهار ثلاث ايام شتو ولد التوام، هي خذت واحد وانا اخذت واحد، كبرته وزوجته. ايوا ما قريته ما شافش ليه الله، وانا نزيدو لهاد الفران، زيدته لي زاد يخدم فيه، بقى تعلم فيه تعلم فيه، هو زاد يقرص، داروا ليه 2600 وبقى معاهم خدام فين شحال 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 غنقول لك، هي 24 عام هي هذيك ناضخة، اللي كان شاد الفران تحول لزطات وعطاه لولد اختو، خدم مع ولد اختو عامين، ونهار الاخر قال لي صافي ما بقاتش الخدمة، الطوموبيلات راه معايا، هزوا الخبز، ها الفران حدايا وحدايا راهنا، هزوا الخبز هو كيشوف يا فلان شو ما عليك وليدو باغي ليكوش وباغي الحليب، وانا انتم تشوفوا فيا واش غادي ندير ليه، ما بقاتش الخدمه، عيط كنطلب فيه ما بغى شيء. ايوا بنيتي هادشي اللي هضر له، اين درويش يا بنيتي، انا بغيت وليدي يخدم، راني راقده ما نوضش، انا بغى وليدو الحليب وبغى ليكوش وبغى، وانايا ما صدت لي زاد المراره باركتها هي بحالي بحالها، وبغيت يخدم ويجيب لولدي لوليدو لي انا، انا كيديروني غير الناس كيلكموني، غير يتحرك يخدم ما بغيتوش يبقى بارك، هو بارك وحنا كلشي باركين ورزقنا عالله، اش غنديرو اش غندير، ما عندي ما ندير والو، جهدي مقطوع بنيتي، دابا انتي جيتي على غفله راه يبان لك اللي كان يبان لك، قال لي يبان لك الخايب ويبان لك الزين، هاش لغيتو 8 شهر هادي هو بارك. خدمت واحد الفران 28 عام، ودابا اختي ملي كانت هذيك كورونا حبسوا سيمانه، وملي حبسوا سيمانه ملي حلوا جا قال لي هذيك 2600 في النهار بزاف عليا ما غنعطيهاش لك سيرة ريح بحالك، ودابا انا قلت ليه قلت له عطوني دابا حسابي هذاك الشيء اللي خدمت معكم ديك 28 عام، قلت لي عطيو خلصوني فيها ونمشي بحالي. نادو تعدوا عليا ضربوني ومقصروش عليا وقالوا لي سير بحالك ما كنعرفوكش، ما خوجوش تحموا عليا، قال لي انت تاريك 2600 غنعطيوك ترى زيده فينا حنا، اش كدير لينا؟ قلت لهم اخونا خلصونا في 28 عام، دابا تعطوني ديالي حق ولادي، وديك الساعه دبروتهم ونادو تهجموا عليا في الدار في الفران، وهنا في الدار ولا اختي لا في الدار، بدي يديهم وشديت ملي ضربني ضربته، كيقولوا مشي بعد مني وانا ما كنعرفوش، وانا اختي راه قلت الدرب عارفني راه الدرب كامل، قالوا ظهروا في البارح قالوا لي راه كانت السيد خدام معاك ودابا وليت باغي تنكروه وعطاو حسابه، هذا قال لي انا ما كنعرفوش، قال لي ما كتعرفوش، قال لي حنا نشاهدوا لي، قال لي بما راه خدام معاكم من قرن وزعما راه مريض عدي الفدق، نختي هذا الفدق دابا جاني من عندهم هما، ودابا راه محن بزاف كيعقرني اختي من الوحده الليل الى حتى 11 ديال النهار، ونجي للدار اختي نشرب داك الكازيتي، رجع ثاني مع الوحده ما نخرج من الفران حتى للسه العشيه، كيضرب 8000 ديال الخبز حتى هما الوصالي ديال مورين سيكتور، حتى هما بزاف كيشد فيهم بزاف 20000 22000 ريال ديال الفلوس، كيدخل 20000 ريال الفلوس ديال الوصالي ديال مورين الديهور، وعاد اختي كيضرب 8000 ديال الخبز، وقال لك دابا اختي ملي كنقول عطيني فلوسي يبدا يعطيهم لك بالقريد، هو شي يعطيك وشي ينكرك فيه، ملي دويت معاه قال لي راه ما كتسالني والو والو، من 2600 في النهار، واختي ما كناخذهاش كامله، والله اختي ما كناخذها كامله، ودابا ملي كنقول يعطيني فلوس يقول لك راه هي هذيك، انا راه كنحسب وكنعاود نحسب نعاود نحسب لي، قلت له دابا ما نسمحش لي يعطيني حقي انا الثمن اللي ضربت معاهم، والله العظيم اختي ما نكذب عليك، هاي تقول مشيت وانا مستحت على الفدق ثاني فتحت لي مسكينه هي تسلفت امي، تسلفت لي 40000 الان باقي كيتسالوا موالها 40000 ريال، ملي مشات فتحت لي في محمد الخامس شريت كلشي من عندها، ودابا ثاني اختي من هذاك ترجع لي ثاني طلع لي ها هو اختي، ملي دويت معاه قلت لها انت ها هو حيدات ولا تسلفت لي 40000 ريال موالها، باقي ما بداوش يقولوا لها شي حاجه، ملي قال لي انا ما سوقيش انا ما كنعرف حتى واحد، انا قلت له فلوسنا ما كتكملهمش لينا اصلا، قلت لي عندي 2600 في النهار كتعطيني بدات تعمل فيا بدات تعمل كنتعمل لك يعطيني 4000 ونسيني في شي لاخر، والله يا اختي قولي جاي شي 34 ملي دويت معاه دابا ما كيتحملش معايا كيدفل عليا كيسكن طريق البرنوسي.